بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا وسهلا بكم أعزائي التلاميذ في مدارس أشتار الابتدائية الأهلية. أرحب بتلاميذ الصف الرابع الابتدائي لدرسنا اليوم من مادة العلوم، معكم معلمة المادة آمنة هادي. أعزائي التلاميذ، درسنا اليوم بعنوان دورة حياة الحيوانات اللافقرية. درسنا اليوم بعنوان دورة حياة الحيوانات اللافقرية. ما الحيوانات اللافقرية؟ حبايب الحلوين، لنتعرف إلى الحيوانات اللافقرية. شنو أقصد بالحيوانات اللافقرية؟ الجواب هي حيوانات ليس لها عظام. الحيوانات اللافقرية هي حيوانات ليس لها عظام، مثل دودة الأرض والفراشة والحلزون. إذن ما الحيوانات اللافقرية؟ ما المقصود بالحيوانات اللافقرية؟ حبايب الحلوين، الحيوانات اللافقرية هي حيوانات ليس لها عظام، حيوانات ما تمتلك عظام ولا تمتلك عمود فقري، لذلك سميت حيوانات لافقرية، مثل دودة الأرض من الحيوانات اللافقرية، والفراشة والحلزون والكثير من الحيوانات الأخرى. إذن سؤال، ما الحيوانات اللافقرية؟ عرف الحيوانات اللافقرية. الجواب هي حيوانات ليس لها عظام، مثل دودة الأرض والفراشة والحلزون. أكرر، هي حيوانات ليس لها عظام، حيوانات لا تمتلك عظام، مثل دودة الأرض، مثل الفراشة ومثل الحلزون. إذن هي حيوانات ليس لها عظام، حيوانات لا تمتلك عظام، مثل دودة الأرض والفراشة والحلزون. تتكاثر معظم الحيوانات اللافقرية بالبيض. الحيوانات الفقرية حبايبي راح تتكاثر بالبيوض. تتكاثر معظم الحيوانات اللافقرية بالبيض. عرف التكاثر، احنا قلنا تتكاثر معظم الحيوانات اللافقرية بالبيض. ما هو التكاثر؟ عرف التكاثر. الجواب هو زيادة أعداد الكائنات الحية وانتقال الصفات من الآباء إلى الأبناء. إذن تعريف التكاثر هو زيادة أعداد الكائنات الحية. كائنات الحية تتكاثر، أي تزداد أعدادها، تزداد أعداد الكائنات الحية. وانتقال الصفات من الآباء إلى الأبناء يسمى التكاثر. إذن ما هو التكاثر؟ عرف التكاثر. الجواب زيادة أعداد الكائنات الحية وانتقال الصفات من الآباء إلى الأبناء. إذن زيادة أعداد الكائنات الحية تسمى التكاثر. زيادة أعداد الكائنات الحية تسمى التكاثر. وانتقال الصفات، تنتقل الصفات من الآباء إلى الأبناء، يعني راح تنتقل مثلا صفة الطول، الشعر، لون العيون، كلها تنتقل من الآباء إلى الأبناء. تنتقل الصفات من الآباء إلى الأبناء بعملية تسمى التكاثر. إذن سؤال، عرف التكاثر. شنو أقصد بالتكاثر؟ هو، أكرر تعريف التكاثر، هو زيادة أعداد الكائنات الحية. يلا كرروا وياي، زيادة أعداد الكائنات الحية وانتقال الصفات من الآباء إلى الأبناء. إذن عرف التكاثر، أكرر تعريف التكاثر، هو زيادة أعداد الكائنات الحية وانتقال الصفات من الآباء إلى الأبناء، تسمى هذه العملية التكاثر. تتكاثر معظم الحيوانات اللافقرية بالبيض. تتكاثر معظم الحيوانات اللافقرية بالبيض.
سؤال ما مراحل دورة حياة الفراشة؟ حبايبي الحلوين، مثل ما درسنا دورات حياة النباتات الزهرية والنباتات اللازهرية، أيضا الحيوانات راح تمر خلال دورة حياتها بمراحل. زين، الفراشة هي من الحيوانات اللافقرية، إذن ما مراحل دورة حياة الفراشة؟ ما مراحل دورة حياة الفراشة؟ راح تمر دورة حياة الفراشة في 4 مراحل. في 4 مراحل. المرحلة الأولى هي البيضة. بالبداية تضع الفراشة البيض على أوراق النباتات، إذن المرحلة الأولى من دورة حياة الفراشة البيض. بعدها تنتقل إلى اليرقة. مرحلة الثانية اليرقة، إذن البيضة تفقس وتخرج يرقة. إذن المرحلة الأولى هي البيضة، المرحلة الثانية اليرقة، المرحلة الثانية اليرقة، المرحلة الثالثة العذراء، العذراء، المرحلة الثالثة هي العذراء، المرحلة الرابعة فراشة مكتملة النمو، حشرة كاملة، فراشة مكتملة النمو. إذن دورة حياة الفراشة تمر ب4 مراحل، وهي البيضة، اليرقة، العذراء، وفراشة مكتملة النمو، أو نقول الحشرة الكاملة، الحشرة الكاملة. إذن دورة حياة الفراشة راح تمر في 4 مراحل. ما هي مراحل دورة حياة الفراشة أحبتي؟ نعم ممتازين. أولا البيضة، البيضة. ثانيا اليرقة، اليرقة. يلا كرروا وياي. المرحلة الأولى البيضة، المرحلة الثانية اليرقة، المرحلة الثالثة العذراء، العذراء، والمرحلة الرابعة فراشة مكتملة النمو. نتعرف إلى هذه المراحل. البيضة تركيب محاط بقشرة تحتوي بداخلها مواد مغذية لنمو الجنين. أول مرحلة من مراحل دورة حياة الفراشة هي البيضة. شنو تعريف البيضة؟ هي تركيب، انظروا إلى الصورة، تركيب محاط بقشرة تحتوي بداخلها مواد مغذية لنمو الجنين. عندما يفقس الجنين من البيضة وتخرج اليرقة فإنها تتغذى على قشرة البيضة، لأنها تحتوي مواد مغذية لنمو الجنين. إذن البيضة تركيب محاط بقشرة، تركيب محاط بقشرة تحتوي بداخلها مواد مغذية لنمو الجنين. عندما تفقس البيضة تخرج اليرقة فتتغذى اليرقة على قشرة البيضة، تتغذى اليرقة على قشرة البيضة لأن بيها مواد مغذية لنمو الجنين، لأن تحتوي بداخلها مواد مغذية لنمو الجنين. إذن ما هي البيضة؟ تركيب محاط بقشرة تحتوي بداخلها مواد مغذية لنمو الجنين. عندما تفقس البيضة تخرج يرقة، واليرقة تتغذى على قشرة البيضة لاحتوائها على مواد مغذية لنمو الجنين. المرحلة الثانية اليرقة، المرحلة الثانية اليرقة، هي كائن حي صغير يشبه الدودة تفقس من البيضة. إذن هاي صورة البيضة، بيضة الفراشة تفقس فيخرج كائن حي صغير يشبه الدودة، تفقس البيضة فيخرج كائن حي صغير يشبه الدودة يسمى اليرقة، يسمى اليرقة. إذن المرحلة الثانية من مراحل دورة حياة الفراشة هي اليرقة، اليرقة. شنو تعريف اليرقة؟
شنو أقصد باليرقة؟ هي كائن حي صغير، كائن حي صغير يشبه الدودة تفقس من البيضة. إذن هذه بيضة الفراشة، بعد النمو تفقس البيضة فتخرج اليرقة، وهي كائن حي صغير يشبه الدودة تفقس من البيضة. إذن عرف اليرقة، كائن حي صغير يشبه الدودة. انظروا، هذه مو دودة، هذه ليست دودة، هذه يرقة الفراشة. شنو تعريف اليرقة؟ كائن حي صغير يشبه الدودة تفقس من البيضة، تفقس بيضة الفراشة فتخرج اليرقة، وهي كائن حي صغير يشبه الدودة. كائن حي صغير، يلا رددوا وياي، اليرقة كائن حي صغير يشبه الدودة، كائن حي صغير يشبه الدودة تفقس من البيضة. المرحلة الثالثة وهي العذراء. تصل اليرقة إلى حجم معين، تثبت نفسها على غصن نبات، وينمو لها هيكل خارجي يسمى الشرنقة. عندما تصل اليرقة اللي هي الدودة اللي خرجت من البيضة، عندما تصل إلى حجم معين تثبت نفسها. انظروا هنا، هاي اليرقة ثبتت نفسها على غصن نبات، ينمو لها هيكل خارجي، هذا اللون أخضر هيكل خارجي يسمى الشرنقة، وبداخله العذراء. الشرنقة وبداخله العذراء. انظروا، تثبت نفسها على غصن نبات. بعد أن تصل اليرقة إلى حجم معين، تنمو اليرقة وتوصل إلى حجم معين، تثبت نفسها على غصن النبات، تثبت نفسها على غصن نبات، ينمو لها هيكل خارجي يسمى الشرنقة. طبعا داخل الشرنقة توجد العذراء، داخل هذه الشرنقة، هذا الغلاف الخارجي يسمى الشرنقة، هيكل خارجي يسمى الشرنقة، يحتوي بداخله العذراء. العذراء بعد مرور الأيام تنمو ويكون لها أرجل وأجنحة، ويكتمل نموها وتبدأ بالخروج على شكل حشرة كاملة، تكون مطوية الأجنحة وتبدأ بعدها بالطيران. إذا تصل اليرقة إلى حجم معين، تثبت نفسها على غصن النبات، ينمو لها هيكل خارجي يسمى الشرنقة وبداخله العذراء. هنا العذراء راح تنمو وتكون أرجل وأجنحة، تنمو فتظهر لها الأرجل والأجنحة وتتحول إلى حشرة كاملة تخرج من الشرنقة، حشرة كاملة تحتوي على أرجل وأجنحة، وبعدها تبدأ بالطيران. إذن العذراء هي اليرقة بعد ما تصل حجم معين، ثبت نفسها على غصن نبات، ينمو لها هيكل خارجي يسمى الشرنقة. بعد العذراء تبدأ مرحلة الحشرة الكاملة. تخرج الفراشة من الشرنقة، هاي هنا الشرنقة وبداخلها عذراء، راح تخرج الفراشة. انظروا إلى هنا، خرجت الفراشة من الشرنقة، أجنحتها مطوية، فتنشرها وتحركها لتستخدمها في الطيران وتعيد دورة حياتها من جديد وتكتمل عملية النمو وتصبح حشرة كاملة. إذا راح تخرج الفراشة من داخل الشرنقة، بعد اكتمال نموها تظهر لها أجنحة مطوية، تنشرها وتحركها لتستخدمها في الطيران وتعيد دورة حياتها من جديد. إذن مراحل دورة حياة الفراشة هي البيضة، اليرقة، العذراء، الحشرة الكاملة.
مراحل دورة حياة الفراشة هي البيضة، اليرقة، العذراء، الحشرة الكاملة. انظروا إلى هذه الصورة. بيضة، دورة حياة الفراشة البيضة، تفقس البيضة فتخرج اليرقة. تخرج اليرقة اللي هي كائن حي صغير يشبه الدودة. بعد أن تصل إلى مرحلة معينة أو نمو حجم معين، تعلق أو تثبت نفسها على غصن، نبات تسمى العذراء، وينمو لها هيكل خارجي يسمى الشرنقة، وبداخله العذراء. تبدأ بالنمو فتخرج الفراشة مكتملة النمو من الشرنقة. تخرج من الشرنقة فراشة حشرة كاملة لها أجنحة تفردها وتنشرها وتبدأ بالطيران. إذن ما هي مراحل دورة حياة الفراشة؟ البيضة، اليرقة، العذراء بداخل الشرنقة، والحشرة الكاملة. الفراشة حشرة كاملة. نتعرف أيضا إلى دورة حياة الجرادة. ما مراحل دورة حياة الجرادة؟ المرحلة الأولى هي البيضة. المرحلة الأولى البيضة، هذه بيضة الجرادة، والمرحلة الثانية الحورية. الحورية هي تشبه أبويها ولكن صغيرة بالحجم، تشبه الجرادة ولكنها أصغر حجم وعديمة الأجنحة. الحورية هي جرادة صغيرة، بعد أن تفقس البيضة، فتخرج الحورية، جرادة صغيرة عديمة الأجنحة، وبعدها تبدأ المرحلة الأخيرة وهي الحشرة الكاملة. تنمو الحورية فتظهر لها أجنحة وتتحول إلى حشرة كاملة. المطلوب منكم ماما بس تعداد مراحل دورة حياة الجرادة. شنو مراحل دورة حياة الجرادة؟ أولاً البيضة، الحورية، الحشرة الكاملة. نكرر، مراحل دورة حياة الجرادة هي البيضة، هذه بيضة الجرادة، والحورية اللي هي جرادة صغيرة عديمة الأجنحة تشبه الأبوين، وتنتقل إلى المرحلة الأخيرة وهي الحشرة الكاملة. تكمل عملية النمو فتظهر لها أجنحة وتتحول إلى حشرة كاملة. إذن ما مراحل دورة حياة الجرادة؟ أولا البيضة، الحورية، الحشرة الكاملة. لنشاهد الفيديو أحبتي. انظروا جيدا يا أطفال، إنني أسقط. هل عرفتم من أنا؟ انظروا، أنا لا لست دودة، أنا اسمي يرقة، شكلي يشبه الدودة. سأقوم الآن بالتهام قشرة بيضتي، وهذا أول طعام لي. بعد ذلك أنا أتغدى على أوراق الشجر. أكل من أوراق الشجر، أكل وأكل وأكل. إن أوراق الشجر لذيذة. لقد كبر حجمي كثيرا. أنا الآن أشعر بالنعاس وأريد أن أنام. هذه خيوط الشرنقة تلتف حولي، ومرت الأيام بعد الأيام بعد الأيام، وفجأة انظروا ماذا حدث. إنني أحاول
القرود. انظروا إلى شكلي، من أنا الآن؟ نعم نعم، إنني فراشة. كنت بيضة ثم يرقة ثم داخل الشرنقة خادرة ثم فراشة. مع السلامة. حبايبي الحلوين، بعد ما شاهدنا الفيديو ننتقل إلى الواجب البيتي، وهو كتابة الملخص المرسل في الفايبر. إلى هنا نختم درسنا لهذا اليوم، إلى اللقاء في درسنا القادم.